انا معجب بيكي طبعا جدا، ان انت معجبه بشخصيه كابتن محمود الخطيب، فانا حاسس يعني باعجابك الشديد بيه. نوع من انواع الذكاء ولا لا؟ طب ما انا ده اعجاب، انت نوع من معجبه انواع الذكاء ولا لا؟ في ايه؟ لما تبقى رئيس نادي كبير زي النادي الاهلي والناس تهاجمك فما يردش خالص، ده نوع من انواع الذكاء ولا لا؟ لا انا لا. شخصيا، انا شخصيا لو اي حد ليه لا؟ هاجمني هطلع هاجمه، مش هجيب ناس تهاجمه. يعني انا لو انا عندي قدره على المواجهه، اي حد يقول لي كلمه هرد عليه، اي حد يحاول يقلل مني ويقول معلومه هرد عليه، اي حد يقول عليا كلام مش حقيقي هرد عليه بالبرهان وبالدليل، اقول له لا انت كلامك غلط، الحقيقه هي كذا وكذا وكذا. انا دي شخصيتي، وده انا بحب، انا شخص بحب امال الشخص. كابتن محمود الخطيب بيعمل ايه؟ مين بيرد له؟ لا في منظومه اعلاميه كبيره مين بترد زي مين؟ كتيره، في منظومه اعلاميه في النادي الاهلي كبيره، وفي صفحات على ولا هما السوشيال ممكن، ميديا. طب ما هو ممكن ما يكونش بيقول لهم ردوا، هما بيتضايقوا عشان الكابتن وبيردوا له؟ الله اعلم بقى، يعني في النهايه في ناس بترد وخلاص، بغض النظر بقى مين اللي بيقول مين اللي ما بيقولش. لا في منظومه اعلاميه كبيره بترد، وردود لاذعه وكبيره يعني، وربنا يشفيه ان شاء الله، ربنا سألت يشفيه. عليه؟ لا ما فيش تواصل ما بيني وما بين كابتن محمود الخطيب عشان اسال عليه، ولكن انا قلت لك ربنا يشفيه، ربنا يشفي كل مريض، ربنا يشفيه وربنا يشفي كل مريض. طبعا ماتش الاهلي والهلال، وربنا يوفق النادي الاهلي. هتشجع مين؟ الاهلي طبعا هتشجع الأهلي؟ طبعا. انت بتتكلمي في ايه يعني؟ ها النادي الاهلي ده نادي مصري وبيمثل مصر في البطوله الافريقيه. طب ولو شافوك في المدرجات بقى وانت بتشجع هيعملوا معاك ايه؟ ايه المشكله؟ ها يعني انت شايفه ان انا رحت شجعت النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هي مش انا مش هيبقى. شايفه، انا ما اعرفش. لا انا عمري ما هروح الاستاد عشان اشجع الاهلي. انا ما بشجعش الاهلي، انا بشجع الزمالك، لكن اتمنى التوفيق للنادي الاهلي عشان صحابي الاهلاويه يكونوا مبسوطين وفرحانين. لكن انا كخالد عمري ما هروح اشجع النادي الاهلي في الملعب، يعني لان ما فيش حد بيشجع غير نادي واحد، وانا بشجع الزمالك. نادي الزمالك وصل للمباراه النهائيه في كاس افريقيا للانديه ابطال الدوري امام سان داونز، اتعمل هاشتاج كان نمره واحد في مصر من جمهور النادي الاهلي، قال لك افريقيا يا سان داونز، افريقيا يا سان داونز. يعني ايه؟ يعني يلا يا رجاله سان داونز جيبوا البطوله. وبعض من جماهير النادي الاهلي نزلت في الشارع بعد هزيمه الزمالك وخسارته للبطوله فرحا وبهزيمه الزمالك. والاهلي لما اتغلب قدام نفس النادي انتوا ما فرحتوش؟ الزملكاويه ما فرحوش؟ ما كانش فيه تحفيل؟ لا ما طبعا كان فيه؟ انا زعلت جدا، لان انا ازعل جدا ان نادي يتغلب خمسه. لا، خمسه من نادي افريقي، ده يزعلني جدا ويأثر فيا. انا مش حاساك زعلان خالص، لا انا مش حاساك زعلان لا لا يعني، حتى طريقتك وانت بتقول ما تقولش، انت انت قلت هتخشي نيتي، خمسه. انت هتخشي نيتي. انا نيتي في النهايه النادي الاهلي نادي كبير طبعا ونادي مصري، اما يتغلب خمسه لا انا ازعل، انا ازعل من جوايا، واتمنى ان هو يتخطى من جوه، جواك جوه قوي يعني جدا. انت بتحكي ليه؟ انا مش عارف انت بتحكي ليه؟ انت ايوه. بتستهتري لا انا مصدقاك، بمشاعري يعني؟ لا خالص، انا مش انا عارف. خايفه تكون انت مش مصدق المشاعر اللي لا بتقولها. خالص خالص، انا راجل صادق معاك. انت بتتعجي ليه؟ عشان الفقره دي خلصت. طب ماشي، انا فاكر في حاجه خلصت يعني، الفقره دي، انا هنروح فاكر اني للفقره اللي معترض على بعدها. حاجه ولا بتاع يعني. لا خالص انا وانت ما ما اقدرش، بتشجعيش الاهلي ولا ايه؟ لا انا ما اقدرش، انا ما بشجعش حد، طب انا لما ماشي، بقعد مع الزملكاويه ما ما انت بشجعش لابسه لي حد. لبسه احمر لا شويه. ده على فكره ده بينك. ماشي.